هذا ابني جميل جميل بس باسمه بس باسمه شكت عبني جميل جميل يا ست نسمة يا ست نسمة يركض وينط مثل الأرنب ما يقعد جراحة وما يتعب يركض وينط مثل الأرنب ما يقعد جراحة وما يتعب الله يخليه هو وزينب الله يخليه هو وزينب يعني ما أركض ما ألعب ما أكل برا وما أشرب على كل شي بابا يتعصب على كل شي بابا يتعصب وقصدي أضايق عائلتي هو وهي وهم وإنتي مرحبا أهلا وصل الضيف باحث مختص دكتور سيف مرحبا أهلا وصل الضيف باحث مختص دكتور سيف لو عندك مشكلة اطرحها واني بالتفصيل اشرحها لو عندك مشكلة اطرحها واني بالتفصيل اشرحها موجود لكل مشكلة حل موجود لكل مشكلة حل نختار الحل الأفضل نختار الحل الأفضل نختار الحل الأفضل نختار الحل الأفضل احنا نحب الأطفال حب العائلة ما له مثيل احنا نحب الأطفال حب العائلة ما له مثيل يوميات جميل جميل حلوة توالم هذا الجيل يوميات جميل جميل حلوة توالم هذا الجيل شي حلو ما تنحل اقلبها جيبها منها ما تنحل جميل خبرني جميل مأذيني بسوالفه وتصرفاته شو اسوي يا عالم قولي لي شو اسوي شو اسوي شبيك عم ابو جميل شو دمو على بعضك بيك شي صاير شي خاطي وجميل بيها شي جمولي بي شي كنا ما بينا شي بس جميل بي شي اوه شبي جميل انا اقول لك شبي اخ يا جميل جمال اسمه جميل تصرفاته كلها مو جميله على كيفك تصرفاتك كلها تخبل ايش على كيف بنيتي تدري شو مسوي شو مسوي البارحه اجى جميل للبيت لو تدري شو مسوي جميل شو مسوي اجى البارحه للبيت سلام علي وعليكم السلام وليدي بابا فوت غسل يديك زين وغسل وجهك زين ها وروح بدل هدومك خوش راح ده يبدل هدومه بواعد هالشكل ايش لقيت على جسمه ايش لقيت مدقدق روحه بصدره وبظهره وهنا 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 ابني مقلوب سبوره نسمه صدق تحكي؟ اقول له بابا هاي شنو؟ يقول لي بابا انا عندي صديق اخوه يرسم هاي السوالف هاي اللي يسموه الوشم. اي قلت له ايه بابا؟ قال انا واصدقائي سوينا كنا وشم بدنا نقلد هذول اللواعيب الاجانب. يا بابا ليش بابا؟ فهميني شو اسوي نسمه؟ على كيفك على كيفك هدي نفسك، بعدين هو صغير هاي السوالف منين تعلمها ما اعرف. اقول ايش راسم على ظهره؟ اي حي هالطوله فاقع حلق هالشكل؟ وجوه تخرع؟ اي ما له سوالف هو بهذا العمر بنيتي شو اسوي قولي لي شو اسوي صدق كذيب وهسه وينه ها وينه شرف شوفي شعره كفشه مال عاقول موديل عرف الدين شوفي اقول لك كل ما احكي وياه يبكي اقول امسح هذا يبكي يقول لي لا بابا انا ارث قلد نيمار بابا صغير قلد نيمار بشغلات حلوه شلون يلعب هسه مفروض اطفالنا يا بنيتي يشوفون
البرامج الرياضية، البرامج العلمية، شملتهم بعض الأطفال بالبوبجي والحوت الأكشر، ما أدري الحوت الأزرق. تدرين إيش قد ضاعت أطفال من وراء هاي اللعبة مال الحوت الأكشر هذا؟ صح. فهميني شو أسوي؟ صح مو بجميل. طيب حل. هذا الموبايل دمر الأطفال تدمير. الحل. شوف أكو أطفال شلون يستعملوا بطريقة صحيحة، يستفادوا منه من معلومات بي، وأكو أطفال لا فد مرة انتهوا. جمولي. نعم. شنو هالتسريحة اليوم؟ أشكرك. اليوم هاي تسريحتك شو يسموها؟ هلا هاي يسموها تسريحة نيمار. نيمار. هذا لاعب بنادي برشلونة. مثل عرف الديج. أقول لك جمولي، أنا عندي عصافير اثنين ما عندهم عش، ممكن يعني أجيبهم أخليهم فوق راسك العش هذا الحلو مالتك؟ يا ريت. شفت؟ صرت مضحكة يا جميل. لا لا جميل حباب ويسمع الكلام، وأكيد ما يكسر كلام بابا وماما. هالأشياء كلها غلط. على كيفك، على كيفك. حل. الحل ما يجي هيك للأطفال. أنت من تصير عصبي عليه وتستعمل القوة وياه ما يعطيك حل. أسأل ده يمسح على ذنبي. بسيطة بسيطة. الحل يمي. إيه؟ أنا اليوم عندي صديق ضيف عندي اختصاص أمراض نفسية. إيه؟ تفضل بيم إيجي. يا الله. ليش ليش هيك ليش؟ شلون جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحتك؟ دكتور شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ أهلا وسهلا أبو جميل. سريح سريح. شلون الصحة؟ الله يخليك، أهلا وسهلا بك دكتور. شلونك دكتور؟ الله بخير. الله بخير. خير دكتور، انقذني الله يخليك. يا ستار شكرا. هسه لو أراويك جميل أفندي شراسم على ظهره حي تخرع ومدقدق روحه، يقول أقلد ذول اللواعي بالأجانب. أنا شو أسوي بهاي الحالة؟ على كيفك. هي هاي حالة زينة واحد خبل. ما يخاف ما يخاف، شوية 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 شوية. الحل شنو دكتور؟ والله شو اقول لكم، يعني هذا الوشم هو حاله كلش مو حلوه، حاله كل والله اللي يستر من الحالات والظواهر اللي جايه، الله اللي يستر، بس الله اللي يستر. الشيء الثاني هاي الشباب ما ادري شلون رجعت تلعب بروحها وبجسمها، حرامات هالجمال هذا. ما ادري شلون، هسه مو هذا موضوعنا، موضوعنا احنا شلون نصير حاجز بين اطفالنا وبين هاي الظواهر اللي بس الله يستر منها. شلون؟ شنو شلون؟ ابو جميل يعني انت عذرا انت كبير مو انا اللي اعلمك. صح لو لا؟ وانا اريدك تشيلها بشكل علمي، يعني انا سامع عن هذا الوشب، ما ادري يجيبون اوبر، ما ادري يدرى فيه. صحيح صحيح. والدواء هذا الدواء ما تعرفه مثلا انه اصلي مو اصلي؟ زين هم اطفال هيجي، لعد باش عقبه من يكبرون شو يسوون؟ ها هنا أنا وظيفتكم كأب كأهل، هنا لازم تتابعون الطفل يا اخي. أيوه. تابعوه، شوف اصدقائه شنو توجههم، شنو تفكيرهم. صح لو لا؟ نعم. هنا انا يعني ما اريد امسح الوشم عمو. يعني اذا تريد تتمرض، انت تريد يصير بك التهابات، يصير بك تتلوث، يعني شنو هالتفكير هذا؟ ليش تلعب هاي خلقة الله؟ انت ليش تلعب بيها بكيفك؟ لا ابو اصدقائي هم هيك مسوين مثلي وشم حلو. ها اصدقائي؟ انا سويت مثلهم. ايش كم واحد بالله مسوي؟ هو صديق واحد. العد ليش تقول اصدقائي؟ يعني اذا مو كلهم مثل هذا الاثول اللي سواها، صح لو لا؟ جميل. تتذكر هذا الولد بمنطقتنا هشام من سوى الوشم على جسمه شلون ورم وبعدين صار عنده التهابات وقاموا اهله يحيرون بيه وين يودوه وتندم؟ اي صحيح. ها؟ تريد هيك يصير بيك؟ اسمع كلام الاستاذ الدكتور. يا ابني جميل، انت ليش تقلد الشغلات المو زينه؟ اكو شغلات حلوه، شوف برامج رياضيه، شوف برامج علميه يا وليدي، تقلدني بس الوشم، رحت على الوشم قبل عرفت الشغلات الزينه. بابا ابوك يحكي، انت تدري هذا الوشم شو يسوي؟ يعني هذا يجرح الجلد وهذا ممكن يتلوث بهذا جونا اللي يا ستار. نعم. زين فانت ليش هيك تلعب بخلقتك؟ يعني ليش تعرض نفسك للخطر؟ فهمني. بعدين شيء ما حلو، يعني ظاهره كلش ما حلوه. انا اسف قاطعتك ست نسمه. دكتور رحمه الوالدي، انا مرات اسمع اكو اماكن مجازه، يعني حتى لو مجازه هو هذا الوشم يعني بي فايده مثلا للجسيم؟ ما بي فايده، هاي بس شكلي يعني هيك شكل، يعني تقليد اعمى يسموه. هسه انت من تريد ترسم ارسم لك على طبله على حائط قوم ترسم على جسمك. مو هسه لو تشوفه مقلوب سبوره، ما ادري قراءه حيه على كتابات على ما ادري شنو، خبلني والله خبلني. بس هو ما دام يحب الرياضه نقدر ننمي هاي الموهبه اللي عنده، يعني نسجله بنوادي رياضيه، نستغل هاي الشغلات اللي عنده التقليد، مو هو يحب يقلد. يا ريت. اي نستغلها بغير شغل، استغلها بغير شغلات يا اخي، ما يصير هيك شيء. انت تحب تقلد، اقلد بشيء مثلا شيء يفيدك. مو صحيح جميل؟ نعم بابا. انت مو تحب نيمار بابا؟ اي اكيد بابا. راح اسجلك بنادي رياضي، وكل هواياتك اللي تحبها سويها بهذا النادي،
بس هذا ما الوشم ابني شيله مو زين. ما اريد اشيله وانا احب الوشم هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت تحب الوشم ما تحب صحتك؟ لا اكيد صحتي مهمه. اي بعد شنو يا ابني، هذا مضر بالصحه مضر بجسمك. دكتور بس هو شكله حلو، حتى اصدقائي هم مسويين هيك وشم مثلي. بس اكو اشياء احلى، انت تقدر تلبس لبس احلى من ما تدق وشم على جسمك. صحيح. صح لو لا؟ صحيح دكتور. بعدين انت اذا تحب نيمار تعلم منه شلون يلعب الطوبه، شلون يسوي ايه؟ مو اللبس مالته مو صحيح. بعدين خلي الناس هي تقتعد بيك مو انت تقتعد بالناس. صح. زين هذا الوشم اللي على ايده شلون اجيب كوسر واشيله شلون؟ والله هذه اكو يعني طرق عمليات يقدرون يشيلوه، لكن هي هم متاذي يعني هو طفل ما يتحمل. يعني اللي يسويه يتاذى واللي يشيل طبعا الوشم يتأذى. اكيد اكيد. لا حول ولا قوه الا بالله. ها ها جميل، هسه شو حتقول؟ انا ترى هذا الوشم هذا مو يعني هذا رسم لي رسم، هذا مو يروح بسرعه بالغسل. شلون؟ اي هذا رسم هذا. يعني مو هذا مال تشكشك بالابر؟ اي لا لا بابا انا ما اسوي هيك، هذا رسم هذا. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. اليوم انقعك يومين حتى انقعك بالبانيو يومين حتى يروح لنا. الحمد لله. قلبي طلع رسم وليدي. اي بابا هذا رسم هذا يروح بسرعه. جميل. نعم بابا. بعد تسويها؟ ما اسويها بابا ان شاء الله. يلا جمولي انت بطل واريدك تسمع كلام بابا، لان بابا كلش خايف عليك ومن حقه. زين ابني ولتيه بغير شغلات، اذا تريد تقلد واحد قلد مهاراته مو الا تقلد الحالات السلبيه اللي عنده. صحيح دكتور. زين حبيبي. صح. يلا حبيبي يلا صير بطل. تسمع. شكرا حبيبي. شكرا دكتور. ممنون شكرا. ممنون اهلا وسهلا. شكرا. ممنون منك. مع السلامه. مع السلامه يا جميل. سمعت بابا؟ كل شيء سمعت بابا. قلد الاشياء الزينه اخليك على راسي ولادي. يسلم راسك بابا. هذا ابني جميل جميل، بس باسمه بس باسمه شكد تعبني. جميل جميل يا ست نسمه يا ست نسمه، يركض وينط مثل الارنب، ما يقعد جراحه وما يتعب. يركض وينط مثل الارنب، ما يقعد جراحه وما يتعب. الله يخليه هو وزينب، الله يخليه هو وزينب. يعني ما اركض ما العب، ما اكل برا وما اشرب. على كل شي بابا يتعصب، على كل شي بابا يتعصب. وقصدي اضايق عائلتي هو وهي وهم وانتي. مرحبا اهلا، وصل الضيف باحث مختص دكتور سيف. مرحبا اهلا، وصل الضيف باحث مختص دكتور سيف. لو عندك مشكله اطرحها واني بالتفصيل اشرحها. لو عندك مشكله اطرحها واني بالتفصيل اشرحها. موجود لكل مشكله حل، موجود لكل مشكلة حل. نختار الحل الأفضل، نختار الحل الأفضل. نختار الحل الأفضل، نختار الحل الأفضل. احنا نحب الأطفال، حب العائلة ما له مثيل. احنا نحب الأطفال، حب العائلة ما له مثيل. يوميات جميل جميل، حلوة توالم هذا الجيل. يوميات جميل جميل، حلوة توالم هذا الجيل.